السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلميذاتي تلاميذي الأعزاء، تحية طيبة. وبعد، إن شاء الله سنحاول في هذا الدرس أو في هذه الحصة أن نتعرف على درس جديد هو ضمن مكون الجغرافيا المقرر السنة الثالثة ثانوي إعدادي، وهو الدرس 11 من هذا المقرر. أولا للتعرف عليه أكثر، لدينا مجموعة من الصور. لاحظوا الصورة الأولى، إذن صورة لبلد يقع غرب إفريقيا، نتعرف عليه أكثر من خلال الصورة الثانية. إذن هذه هي خريطة هذا البلد وعلمها الوطني وعلمه الوطني. هذا البلد يتميز بغناه الطبيعي وبثروته الطبيعية، إلا أنه انطلاقا من الصورة الرابعة والأخيرة يعرف ضعفا تنمويا، وبالتالي فدرسنا اليوم حول نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي. نتعرف على أهداف التعلم المراد تحقيقها من هذا الدرس. هدف التعلم الأول هو وصف مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا. هدف التعلم الثاني وصف مؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا. هدف التعلم الثالث تبين العوامل المفسرة للضعف التنموي بنيجيريا. الهدف التعلمي الأخير رصد حصيلة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة النيجيرية لمواجهة هذا الضعف التنموي. من هنا يمكن الخروج بالمقدمة التالية. تعتبر نيجيريا من أغنى البلدان الإفريقية من حيث الثروات الطبيعية، إلا أنها ضعيفة من الناحية التنموية. السؤال الأول، فما هي مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا؟ وما هي مظاهر الضعف التنموي بها؟ وما العوامل المفسرة لهذا الضعف التنموي؟ وما حصيلة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة أو من طرف الدولة لمواجهة هذا الضعف التنموي؟ المحور الأول بعنوان مقومات الغنى الطبيعي ومؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا. نبدأ بالنشاط الأول وهو وصف مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا. هذه المقومات سنصفها من خلال فلاحة والصيد البحري، المعادن ومصادر الطاقة. بالنسبة لمقومات الغنى الطبيعي في مجال الفلاحة والصيد البحري، عندنا خريطة، هي خريطة الفلاحة والصيد البحري بنيجيريا، وهي مأخوذة من كتاب منار الاجتماعيات صفحة 133. اعتمادا على الخريطة وعلى المفتاح، يتضح على أن نيجيريا بها مساحة شاسعة للزراعة. إذن تقريبا غالبية أراضي نيجيريا هي صالحة للزراعة، رغم أن هذه الزراعات هي زراعة معيشية، لكن تبقى مساحة شاسعة تقدر ب 78.4%. كما أن اعتمادا على الوثيقة، هناك يعني أنهار دائمة الجريان كنهر النيجر ونهر بنوي وغيرها من الأنهار، وهذا يدل على أن البلاد ستوفر على تساقطات مهمة. بالإضافة إلى ذلك، فاعتمادا على المفتاح يتضح على أن هناك تنوع في المنتجات الفلاحية ما بين منتجات زراعية وأخرى حيوانية. من خلال الوثيقة الثانية، وهي عبارة عن جدول تطور الإنتاج الفلاحي بنيجيريا، وأيضا مأخوذة هذه الوثيقة من كتاب منار صفحة 133، يتضح اعتمادا على المراتب العالمية لمجموعة المنتجات الفلاحية أن نيجيريا تحتل مراتب عالمية مهمة في مجموعة من المنتجات، أبرزها حبة الدخن التي تحتل المرتبة الثانية عالميا. هناك أيضا الكاكاو يحتل المرتبة الرابعة عالميا، سأسرد ذلك بالترتيب. الأغنام تحتل المرتبة السادسة عالميا،
إضافة إلى الذرة تحتل المرتبة الثالثة عشر عالميا، والأبقار المرتبة الثامنة عشر عالميا، إضافة إلى وجود ثروة سمكية لا بأس بها حيث تحتل المرتبة 26 عالميا. وما يوضح ذلك هو أن نيجيريا تطل على واجهة بحرية تتضمن مجموعة من الموانئ، وبالنسبة للصيد في هذه الموانئ هو إما صيد تقليدي أو عصري، بمعنى يتنوع ما بين تقليدي وعصري. فيما يخص مقومات الغنى الطبيعي في مجال الطاقة والمعادن، لدينا جدول لمدخرات البترول والغاز بنيجيريا، ومن خلال الجدول يتبين أن المدخرات أو الاحتياطات بنيجيريا، إذا فهي فيما يخص مراتبها العالمية، فبالنسبة للبترول تحتل المرتبة العاشرة عالميا من حيث المدخرات والاحتياطات، وبالنسبة للغاز الطبيعي تحتل المرتبة التاسعة عالميا من حيث الاحتياط العالمي. إضافة إلى هذا، واعتمادا على الخريطة المعنونة بمصادر الطاقة والمعادن، هي أيضا موجودة في كتاب المنارة الاجتماعية صفحة 134. إذا اعتمادا على الخريطة يتضح على أن الأراضي النيجيرية هي غنية بمصادر الطاقة، إذا هناك وفرة من حيث مصادر الطاقة وهناك أيضا تنوع. إذا ما لاحظنا بالنسبة للمفتاح يتضح التنوع من خلال وجود بترول، غاز، أيضا محطات كهرو حرارية ومحطات أخرى كهرو مائية. كما أن نيجيريا من خلال الخريطة تتوفر على مجموعة من المعادن أبرزها الحديد والقصدير. إذا من هنا يمكن القول، إذا في إطار النشاط الأول المرتبط بوصف مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا، نقول فيما يخص مقومات الغنى الطبيعي في مجال الفلاحة والصيد البحري، تستفيد نيجيريا من وفرة الأراضي الزراعية التي تقدر ب 78.4% من المساحة العامة، وكثرة التساقطات والمجاري المائية، وبذلك يتنوع الإنتاج الفلاحي بين المنتوجات الزراعية والحيوانية، مما جعلها تحتل رتبا عالمية مهمة، الرتبة الثانية في إنتاج حبة الدخن، والرتبة الرابعة في الكاكاو، والرتبة السادسة في الأغنام. كما تتوفر نيجيريا على صيد ساحلي تقليدي وآخر عصري. فيما يتعلق بمقومات الغنى الطبيعي في مجال الطاقة والمعادن، فنيجيريا تتميز بتوفرها على مصادر طاقة مهمة ومتنوعة، وباحتلالها الرتبة العاشرة عالميا في احتياط البترول، والرتبة التاسعة في احتياط الغاز الطبيعي، كما تتوفر على مجموعة من المعادن تأتي على رأسها كل من الحديد والقصدير والفوسفات. كنشاط ثاني مرتبط بمؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا، إذا قلنا رغم الغنى الطبيعي في نيجيريا فهي تتميز بضعف تنموي، هناك عدة مؤشرات تدل على ضعفها التنموي. عندنا جدول لهذه المؤشرات مرتبطة بالتنمية البشرية بنيجيريا، ومن خلال الرتبة العالمية إذا ما قارنا نيجيريا بمجموعة من البلدان يتضح على أن نيجيريا تعرف ضعفا تنمويا وتصنيفا متأخرا فيما يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية، فهي تحتل الرتبة 153 عالميا، وحسب المعطيات الموجودة في الجدول يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزها النقص في أمل الحياة إذا ما قورنت مع بلدان أخرى، ف
فمتوسط أمع الحياة فهو ناقص، إضافة إلى متوسط السنوات الدراسية، هناك نقص في متوسط السنة الدراسية. أيضا نقص أو ضعف الدخل الفردي أو نصيب الفرد من الدخل القومي فهو ضعيف، وبالتالي يمكن القول أن مؤشر التنمية البشرية ضعيفا، فهو يبلغ 0.471. بطبيعة الحال هناك عوامل، وهذا يدل على أن بطبيعة الحال نيجيريا ستكون ضعيفة، ومجموعة من ساكنتها ستعيش تحت عتبة الفقر ونقصا في التغذية والخدمات الصحية. إذا فيما يخص النشاط الثاني مرتبط بمؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا، نقول رغم تنوع المقومات الطبيعية في المجالين الفلاحي والصناعي، فإن نيجيريا لا زالت تعرف ضعفا كبيرا في المجال التنموي، حيث تصنف ضمن الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية الضعيفة، مما جعلها تحتل الرتبة 153 عالميا، ويرجع ذلك إلى نقص أمل الحياة ومتوسط السنوات الدراسية وضعف الدخل الفردي ونقص في التغذية والخدمات الصحية. بهذا نكون قد أنهينا الحصة الأولى من درس نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي، وموعدنا إن شاء الله في الحصة الثانية والأخيرة من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.